تشرح لي صدري ويسر لي أمري، على العقدة من لساني يفقه. الله العظيم تشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو بيتنا ياما. عاجبك كده ياما؟ يرضيكي اللي محمود عمله؟ مشي من غير ما يسلم عليا. اه والله. طب حتى لو شافع مزعله، طب مش مفروض يقعد بقى ونتكلم ونتعاتب؟ لكن ازاي ابنك اتقمص وزعل وساب بورسعيد كلها باللي فيها؟ اسمعي بقى يا بنتي يا تحية، ما توجعيش دماغي انت واخوكي، كل ما اسالك تقولي لي ما فيش حاجه، ده كان سوء تفاهم بسيط وعد. اساله هو يقول لي ده شالوني على رؤسهم من فوق وكانوا معايا زي الفل، انا بس اللي ما سلكتش في البلد وما حبيتهاش. اسمعي بقى اما اقول لك، عايزين تحكوا احكوا لي وهاتوا من الاخر، وما تفضلوش توجعوا في قلبي. والله ياما ما فيش، الموضوع بسيط، انا هحكي لك بقى وامري لله عشان ما تفتكريش ان انا قصرت معاه في حاجه. مالك يا بط؟ مالي؟ ما انتش عارف في مالي؟ في ايه ياما؟ الله الله، في ايه ياما؟ واحدة من الشارع يا كلب. الله، ما انتش خايف على نفسك؟ من ايه؟ تكون متنيلة عيانة وعندها ايه؟ يا حرس وتعصايا؟ ها؟ هو ده اللي أنا علمتهولك؟ وبعدين أنا مش مفرجاك على فيلم الحب في طابة عشان تتعص؟ ما اتعصتش ليه يا كلب؟ أعمل إيه بقى ياما؟ ما بعرفش أكسر للشيطان كلمة. شيطان؟ شيطان يا كلب يا مجرم. خلاص بقى ياما. هي دي التربية اللي أنا مربيها لك؟ خصية عليك. ما تهدى يا بطة. أنا مش ههدى، مش ههدى غير لما تروح تكلم أختك وجوزها وتعتذر لهم كمان. إيه ده؟ الناس فتحوا لك بيتهم وأكرموك آخر كرم. هو ده جزاتهم؟ ما ينفعش تعاملهم كده ابدا. حاضر حاضر يا ست الكل، هكلمهم وهبوس على راسهم كمان عشان تنبسط ياما. وبعدين ايه يا اخويا الانعره بتاعتك دي؟ اديك رجعت يا اخويا لوجع القلب والايد البطاله. ايه، ما كنتش قادر تستحمل شويه عشان اكل عيشك؟ ولا لازم يعني يرفعوا لك القرون عشان تتبسط؟ اعمل ايه بقى ياما؟ فقري ماليش في الطيب نصيب. وبعدين لو على فكره الايد البطاله طمني، عايزين نظبط لي موضوع شغل الورشه بتاع اسكندريه، وبكره الصبح رايح استلم الشغل. اه، حسين ده بقى وقعته سودة. واكبر انفز يا ابن الكلب، عامل لي نايم. ورشه ايه اللي انت عايز تشغل ابني فيها بقى بعد ما كان بيشتغل في التجاره وبيكسب شيء وشويات؟ عايز تعمل ابني ميكانيكي؟ اه واضح. هعمل ايه بس يا حاجه؟ محمود ما هو موافق، انا رسول وما على الرسول الا البلاغ. جاتك نيله في مجايبك المهببه. يلا قوم اتلم وروح صالح مراتك وافتح المحل اللي انت قافله، بدل ما انت قاعد كابس على قلبنا ومقاسمنا في لقمتنا. عاجبك كده يا محمود؟ امك بتعد عليا اللقمه اللي انا باكلها عندكم؟ طب صراحه يا حسين اكلتك جامده، ده غير انك ما تعشرش، ده موضوع تاني خالص. إلا جامدة، ده لها في نص صينية البطاطس امبارح، لولا شلتها من قدامه ما كانش حد فينا لحق ياكل منها. هعمل إيه بس يا حاجة؟ ما هو أنت اللي طبيخك زي العسل، والواحد بيبقى عايز ياكل صوابعه وراه. سلام يا خويا، كل صوابعك أنت، وسيب الأكل لينا إحنا. أنت عارف بقى يا حسين، بعد الجملة دي بالذات أنا لو منك ألم شنطة هدومي وأسيب البيت ده، أصل خلاص دي مرمطة. خلي عندك كرامة وهات بيجامة حسين. كرامة؟ هروح أصلي العصر أحسن. كرامة إيه؟ ده جبله وما بيحسش على دم، هو ده عنده كرامه ده؟ خلاص بقى يا بطه، خلاص بقى يا ام، هاتي دي. بقول لك ايه، انت كمان اللي انت عايزاه، انت لازم تاخده وتروح تصالحه على اختك ان شاء الله حتى بالعافيه، انا مش ناقصه وجع قلب. حاضر يا ام. مش كفايه عليا ابوك اللي عازم لي بكره لجنه العمال على الغدا، وانا بصراحه بقى ما عادش فيا صحه للكلام؟ ولا يهمك يا محاسب حسين، انا هكلم لك الضابط بتاع امن الدوله يجي يلم عبد الناصر واصحابه من الشقه. اضحكي بقى يا بطه. يا ابن الايه وحشتني، بس برضو ازاي يا واد تروح تجيب واحده من الشارع؟ ليه رمرام بقى بعد البت شيرين اللي زي فلقه القمر تروح تجيب واحده من الشارع؟ هو انت ما عرفتش انها اتلبست؟ شيرين اتجوزت؟ الله، هي جت على شيرين، ربنا يسهل لها تساها كل خير يا امه. اتجوزت ايه يا هبل؟ بقول لك اتلبست، يعني لبسها عفريت والعياذ بالله. ايوه ياما، يعني اتجوزت جني؟ انا مش فاهم. ايه؟ ايوه ايوه ايوه، استعبط عليا يا اخويا، انت فاهم كل حاجه ونفسك ومنى عينك تعرف عنها كل حاجه، بس بتبين قدامي يعني انها مش فارقه معاك. ما ترحميني بقى ياما. اللي قول لي يا حبيبي، انت مسافر امتى ان شاء الله؟
بكرة الصبح يا حاجة قبل ما ضابط أمن الدولة يشم إن أنا هنا ويجي يزورنا. طب كويس، ألحق أنا بقى أعمل حلة محشي كرنب تاخدها لأحمد أخوك. أما أنت بقى يا كتة قلبي هعمل لك صينية رقاق. وأنا نفسي في ملوخية بالأرانب. أنت ملك أنت. اديله بالعصاية. اللي حشرك بينا. اديله بالعصاية. أنت ملك. أنت جبلة صحيح. يا حسين. أنا بعمل حلة. اديله ياما. أنت ما عندكش دم صحيح. يا دنيا طفص. أما بلاوي بتتحدف علينا. قوم لم شنطة هدومك، كرامتك اتبعزقت على الآخر. وبرضه ده مش هينسينا موضوعنا. اقلع البيجامة يا حسين. والله أنا ما قلتلوش يمشي ويسيب البيت. هو اللي سابه بمزاجه. وهو رجع بمزاجه. خلاص بقى يا هدى مش عايزين وجع قلب. ما هو مش معقول يا محمود بقى، مش كل ما يزعل يسيب البيت، انا مش عايزاه ياخد على كده، دي ما تبقاش عيشه. انت هتفضل قاعد لي كده زي عذراء الربيع؟ ها؟ ما تثبت وجودك يا اخي، انشف شويه. بصي بقى يا بنت الناس، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني ده، انا ما هيكفيني فيكي غير اطمر رقبتك. مش قوي كده. عندك حق. بصي يا هدى، لو اتكرر موضوع انك تراقبيني دوت، انا مش هسيب البيت. هقعد معاكي بس مش هتسمعي لي حس، هتكتم خالص، هتلاقي في وشك كومة كآبة، شلت غتاتة قاعدة في خلقتك عشان تقرفك طول الوقت. يعني عاجبك اللي هو بيقوله ده؟ هاتك يا تهديد كده؟ بصراحة بقى الراجل عنده حق يا هدى، ولا أنت عايزاه يطفش من البيت وينزل يدور على واحدة في الشارع، ها؟ مش عايز أفسر بقى هتبقى عيبة في حقك. يلا سلام عليكم، أسيبكم تتصالحوا. خدوا بالكم أنتوا بتتصالحوا، ها؟ كفاية جرمة العيال اللي واقف بره ده، اتصالحوا بس اتصالحوا ها بالراحه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسين قلقان، قوم تعالى معايا. شيخ اقعد، انت ما صدقت. خدي بالك من جوزك. سلام عليكم. حاضر يا محمود. مين الظابط اللي مسرح؟ ظابط مين يا ابني؟ يا ابني طب ظابط يا ابني زي ابوك يا ابني، ما تعملش فيا كده، حرام عليك. يا لا اله الا الله. يعني ايه؟ دي مهزلة. انت ازاي ما طلعلوش امر اعتقال فورا؟ ممكن يا فندم، بس بتهمة ايه؟ يا سلام، لو هو لما يثبت مخبر ويتطول عليه وتعدى عليه اثناء خدمته، دي مش جريمة؟ مظبوط يا باشا، بس واضح ان سيادتك عصبي شوية النهارده، عشان كده انا مضطر افكرك. المراقبة اللي كانت على الواد ده كانت من غير اذن النيابة. اعتقل الموجب قانون الطوارئ يا اخي. المهم الواد يتربى والموضوع ما يعديش كده. سيادتك ناسي ان الواد ده ملموم على بتوع منظمات حقوق الانسان، ولسه طالع من كام يوم في التلفزيون متكلم علينا. يعني لو ما فيش حاجه ثابته ضد الواد ده هيعمل لنا شوشره، الضرر بتاعها هيبقى اكتر بكتير من نفعها. انا مش فاهم الواد جاب الجرايد دي كلها منين؟ ده لسه عيل بريال لا راح ولا جه. احنا في عصر السرعه يا باشا. زمان اللي كانوا بيشتغلوا في السياسه دول كانوا بياخدوا وقت على معودهم ينشف ويعملوا شبكه العلاقات بتاعتهم، انما دلوقتي خلاص الواد من دول بيخش في السياسه وبقل من سنه بيبقى معاه نمر كل الموظفين اللي شغالين في حقوق الانسان في مصر وبره مصر. ده غير طبعا المدونين اللي على الفيسبوك وتويتر. تويتر؟ هما كمان وصلوا تويتر؟ مش كتير بس بيزيدوا يوم بعد التاني. على كده احنا بقى في النشاط الديني في نعيم. واي نعيم؟ سيادتك لما تعتقل واحد من البهوات اللي بتقون دول وتوديه ورا الشمس محدش بيبكي عليه، ولو ظهر حد وبكى عليه بتبعت تجيب له الشيخ بتاعه يفكروا بالذي مضى، يخرج لاهله بعد كده يقول لهم خلاص معلش اصبروا واحتسبوا ويعدي الموضوع على خير. انما احنا بقى بيطلع عين ابونا مع بتوع المجتمع المدني والطلبه، لو قربنا ناحيه اي واحد من دول قابل بقى الصداع اللي بيجي لك من منظمات بتاعت حقوق الانسان سواء دوليه او محليه. خلاص يا سيدي، ما تحسسنيش ان انت بتحسدني. طب ما حضرتش ايام العذاب اللي كنا بنلاقيه مع بتوع النشاط الديني قبل ما يرموا السلاح. يلا كل واحد بياخد لي يومين. المهم يا باشا، عايزين نفكر ازاي نربي الواد ده عشان ما يتفرعنش علينا بعد كده.